كانت مثلها مثل باقي نساء جيلها معظمهم حرم من التعليم في المدارس وكان مأواهم الحرملة فأصبحت ليالي الحرملة مفعمة بالإحساس بالظلمة والعتمة العتمة حولي تشتد وتحث السير وتعتد وتفرق ذاتي أعدادا شتان يقاذفها العد وبريق العتمة في قلبي يتولى النور فيسود وتلف العتمة أرجائي وفحيح الوحشة والبعد وأحاول ألقط أنفاسي ويدي في العتمة تمتد خوفا لو ينجدني أحد لو أن العتمة ترتد لكني أبقى في ألمي واليأس ينازعه الوجد وفراغا يعصف في قلبي ويدي في العتمة لا تدنو الرجال فقط كانوا هم الذين يحظون بالتعليم كوني امرأة كان عائقا بيني وبين أكثر ما أحببت وهم التعليم والحرية تزوجت هدى شعراوي من ابن عمتها في سن 13 سنة فكان يكبرها بأربعين عاما حينها قالت لم يكن لي حق الاختيار كنا نعيش في المنيا ولم تكن البنات تملك حق الاعتراض وجاءت اللحظة التاريخية حينما ألقت هدى شعراوي بالقرقع في محطة بس مما شجع أخريات النساء على أن يسلكن نفس الفعل وكانت أول مرة في تاريخ مصر أن تخلع المرأة الحبرة في مكان عام كنت جارة هدى شعراوي البنات ما كانوش بيروحوا مدارس بس انا رحت كانت دايما هدى شعراوي تقولي قد ايه انتي محظوظه بس في مدرسه البنات كل حاجه كانت ممنوعه الخطوه الماده ممنوعه الصوت العالي عيب البنات مش لازم يتكلموا مش لازم يقولوا رايهم ومره في حصه الدين لقيتني بقول هو طالما ربنا هو اللي خلق الخير والشر ليه بدل ما يخلينا نعمل الخير بيخلينا نعمل الشر وبعدين بيعاقبنا مع انه ممكن يخلينا نعمل الخير صوتي كان واطي كان مجرد سؤال لقيت الشيخ عمته عماله تطلع وتنزل وتنزل وتطلع بنتكم راكبها شطان عيد ورم في الجمجمة جدتي قالت لي القرآن مرة واثنين وثلاثة المدرس قال إن سبب عيايا الكلام اللي قلته وكان عايز يخفيني من المدرسة وأنا طول عمري بكره المدرسة هدى شعراوي جت زارتني في البيت قلت لها أنا همشي واسيب البلد دي اصبري يا نبوية البلد دي هتتغير أكيد سعد باشا هيعمل حاجة إحنا لازم نحرر نفسنا محدش هيحررنا نزلت الشارع من غير حجاب ولما أبوي عرف ضربني مع إني كنت أرعى يوميها قررت أخدت المركب علشان أروح على أوروبا وأنا على الباخرة في وسط البحر قلعت الحجاب ورميته في المية دي اللي كان ودي القدر ودي المصير